الحمد لله، لا أعلم في حق من ختم كتاب الله عز وجل سنة معينة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نعلم فعل أنس الثابت عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يجمع أهله ويدعو ويؤمنون كلما ختم كتاب الله تبارك وتعالى. وبناء عليه فنقول يشرع للإنسان إذا ختم كتاب الله عز وجل أن تكون له عند ختمه دعوة فيدعو بما أراد وأحب من خيري الدنيا والآخرة. والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الأدعية الحل إلا فيما خالف الشرع، فالإنسان إذا ختم كتاب الله ورفع يديه ودعا الله عز وجل بأن يجعل القرآن حجة له لا عليه، وأن يجعله من أهل القرآن، وأن يعينه على العمل بما في القرآن، وأن يوفقه لخيري الدنيا والآخرة ونحو ذلك من جوامع الدعاء، كان ذلك حسنا مشروعا.